وللحديث عن تكرار زيارة قائد فيلق القدس الإيراني للعراق والتسريبات عن فشله في رأب الصدع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وسط استمرار الصراع السياسي بالعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. كشفت تسريبات صحفية عن فشل قاني في تجسير الهوة بين ميليشيات العملية السياسية، أين تكمن برأيكم عقدة هذا الفشل الذي يستمر رغم الزيارات المتكررة لقاني؟ قبل الحديث عن الفشل، أنا أعتقد أن هذه الزيارات المتكررة وشبه الدائمة الحقيقة، هل تسمح، نتساءل الآن، هل تسمح هذه الزيارات المتكررة أو شبه الدائمة لمن يتشدق بالحديث عن السيادة والاستقلال والإرادة العراقية المستقلة، الإرادة السياسية العراقية المستقلة لدى هذه الفصائل والميليشيات والأحزاب والشخصيات؟ هل هناك بقي مجال للحديث عن هذا الاستقلال وهم يرون زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي وهو يواصل جولات المكوكية في هذا الإطار؟ أنا أعتقد أن مكمن الفشل، عودة إلى سؤالك الكريم، أنا أعتقد أن مكمن الفشل ينحصر في قضية تطمين هذه الميليشيات أن مقتدى الصدر لن يستولي على كل شيء ولن يسحب منهم جميع الامتيازات ولن يحوز لوحده أو يستولي لوحده على كل شيء في العراق. هذه الميليشيات فيما بينها الكثير من عوامل الخلاف والاختلاف، ولكن كانت في المرحلة الماضية وبوجود سليماني كان أكثر قدرة على تطمين جميع الأطراف في أن لها حصص متساوية أو مضمونة في الكعكة السياسية كما تسمى، وهي كعكة الامتيازات والأموال والعقود والمناصب. أما الآن فإن قاني يفشل في هذا، ولذلك كان حقيقة مقتل سليماني نقطة مهمة في خسارة المشروع الفارسي المعادي للعراق والأمة العربية. أستاذ مصطفى، إلى أي مدى ترتبط مقاطعة جلسة البرلمان لاختيار منصب رئيس الجمهورية بالصراع القائم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أكثر من كونها إجراءات قانونية أو دستورية؟ حقيقة هذه الجلسة اليوم التي حضرها نحو 20 أو 25 عضوا من أصل 329 تفضح طبيعة العملية السياسية الاحتلالية في العراق، المصممة احتلاليا في العراق، وتفضح طبيعة المساومات والابتزازات التي تحدث، وأن أي حديث لأي سياسي عن مصالح العراق و مصالح شعبه وأمنه وسيادته إنما هو حديث مفترى في الحقيقة، لأن الذي يحكم كل هذه الجهات الحزبية والميليشياوية والأشخاص الذين حتى يدعون أنهم مستقلين، الذي يحكم هذه كلها إنما هو مصالحهم والمشاريع التي يسيرون فيها، وهي ليست ذات صلة بالعراق أو بمصالح شعبه، وإنما الخضوع للمصالح الحزبية وللمحاصصة السياسية الإجرامية حقيقة التي شهدها العراق منذ العام 2003. المسألة لا تتعلق بجانب قانوني كما يزعم، وإنما تتعلق إذا كان هناك تعليق لترشيح أحد الأشخاص المرشحين، فهناك أكثر من 20 شخص في القائمة ويمكن التصويت على أي منهم أو عرضهم على التصويت والحقيقة هناك مفارقة شهدناها اليوم. هناك أحد المرشحين المصادق عليه من قبل مجلس النواب ضمن القائمة التي أعلنت قبل أيام منع حتى من دخول مجلس النواب، رغم أنه مرشح
مصادق عليه، بمعنى أن هذه الترشيحات وهذه العملية كلها الانتخابية كلها عملية زائفة محسومة النتائج ومقررة سلفا. في تقليد طارئ وجديد على البرلمان في العراق، بات ما يعرف الثلث المعطل يستخدم في الجلسات النيابية بقبة البرلمان. كيف يفسر استخدام مثل هذا الميزة في البرلمان؟ وكيف يفسر أيضا إصرار الإطار التنسيقي على ذلك؟ هذا يعني يفسر بالابتزاز والمساومات، وكما قلت أن مصالح العراق وشعبه لا تعني أي من لا النواب ولا من يحرك هؤلاء النواب من زعماء الكتل كما يسمون وزعماء الأحزاب التي تقف وراءهم. هذه بدعة يعني وجدناها في لبنان، كان حسن نصر الله زعيم حزب الله الإرهابي يستخدمها لأغراض تعويق أي عمل سياسي في لبنان. الآن هؤلاء الذين يتبعون ويسيرون في نفس المشروع، مشروع ولاية الفقيه الإيراني، إنما نجده اليوم في العراق يعني يستخدمون هذا أيضا في إطار الابتزاز وفي إطار المساومات الرخيصة وفي إطار تحقيق المشاريع الضيقة الطائفية والعرقية والحزبية والسياسية والشخصية أيضا، دون أن يكون للعراق ولاهتمامات مواطنيه وحاجاتهم الأساسية أي مكانة في هذه التحركات السياسية. السياسي أيضا في العراق دوما ما يقترن بالميليشيات المسلحة، نتحدث تحديدا هنا عن تعزيزات العسكرية للميليشيات في الأنبار بدعوى تعرضها لخروقات إرهابية. ما الرسالة السياسية المراد إيصالها من خلال هذه التعزيزات العسكرية؟ لا أدري كيف يتحدث هؤلاء السياسيون عن عملية سياسية وانتخابية وديمقراطية يعني تجري في ظل هذه الميليشيات التي وجدناها منذ الأمس يعني تستقوي بالسلاح الإجرامي، وهو سلاح السلطة بالمناسبة، تستقوي به على أحد عناصر هذه السلطة، بل هو الآن يعتبر الرئيس الوحيد الذي يعني نال الصفة الدستورية في العراق بحسب الدستور الذي أنشأه الاحتلال في العراق. هذه الميليشيات تحاول أن تضغط للحصول على مزيد من المكاسب، وربما ترتكب حماقة باستخدام هذا السلاح ضد مواطنين أو ضد أطراف أخرى ضمن العملية السياسية. كل هذا يثبت أن العملية السياسية المزعومة في العراق هي عملية ميليشياوية تجري تحت يعني قعقعة السلاح كما يقال، وبإمرة هذه الميليشيات. والحديث السلاح هو الذي يحسم المناصب ويحسم يعني العمل السياسي في العراق، وليس الانتخابات أو التداول السلمي للسلطة أو الإجراءات الديمقراطية التي يتحدثون عنها. ليس في العراق ديمقراطية لا حقيقية ولا أقل من ذلك، وإنما هناك تسلط كامل وهيمنة كاملة للمال الفاسد وللميليشيات ولسلاح الميليشيات الإرهابية التي تتمول من المال العام وتتحرك بأمر السلطة، وهي يعني تهين كل ملامح السيادة في العراق وتخرقها بشكل واضح وعلني. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حدثنا عبر الهاتف.